أهلا بكم من جديد من برنامجكم المميز كفاءات أردنية، وفي هذه الحلقة معنا المهندس النيازي نور الحرباوي. بداية حدثنا وحدث السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن شخصك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا المهندس نيازي نور الحرباوي، مواليد عام 1960 في الخليل. درست لغاية التوجيهي في الخليل، بعدين توجهت إلى جامعة دمشق، أكملت الدراسة هندسة كهربائية من جامعة دمشق، وبعدها توجهت إلى الأردن، رجعت لبلد الأردن. كانت الأوضاع عام 90، الأوضاع السياسية كانت متقلبة بسبب أحداث الخليج والحرب العراقية الإيرانية، الحرب العراقية الكويتية عفوا. فكانت عملية الأعمال والأشغال كتير سيئة، يعني قدمت لكذا شركة، لكذا مصنع، لكذا معهد، الأمور كانت سيئة. فبعدها توظفت في الشركة الأردنية القبرصية للأعمال البلاط والأعمال الإنشائية والخرسانية، عملت عندهم حوالي سنتين تقريبا. أثناء عملي عندهم الرواتب قليلة جدا كانت، ففتحت محل أنا وصديقي لي شريك، محل أدوات كهربائية لتجارة وصيانة، ومشي الحال الحمد لله. بعدها تركت الأعمال الصيانة في الشركة الأردنية القبرصية وتوجهت للعمل الحر. الأوضاع كانت أفضل كثير من الوظيفة والراتب المحدد يعني، والحمد لله بعدها مشيت الأمور، تطورنا، صرنا نأخذ مقاولات عدة سنوات. الأمور دائما السياسية عندنا مختلفة بالأردن، نعتمد على العمالة الخارجية، نعتمد على الهجرات الخارجية، أحيانا بتصير عندنا الظروف السياسية لما تتقلب بتأدي لسوء يعني في الاقتصاد بشكل عام، في البلد بشكل عام. الحمد لله الأمور مشيت يعني، لا بتطور الأحداث يعني والظروف الاقتصادية والسياسية والحروب اللي حوالينا بالدول المجاورة هاي كتير خربت الاقتصاد، وحتى الأشغال والأعمال كل الأمور هاي ساءت يعني الحمد لله. فتركنا عملية الاقتصاد، عملية الصيانة والمقاولات، فاستقرينا على فقط التجارة. وحاليا عندي شركة أنا وشخص آخر، شركة الحرباوي للأعمال الكهربائية، فقط عندنا تجارة أعمال كهربائية. حاليا عندي مكتب هندسي، مكتب تصميم هندسي كمهندس كهربائي يعني، في عليه اعتماد بشكل بسيط يعني، لكن كمساهمة الإنسان بده يحاول يعني من أكثر من اتجاه، من أكثر من مصدر للرزق يعني، والإنسان ما يخجل من شيء يعني. اشتغلت مهندس كهرباء تصميم، صممنا شركات، صممنا مصانع، صممنا منازل، كثير شغلات والحمد لله رب العالمين. متى تأسست شركة الحرباوي ومتى تأسست شركة الهندسة؟ شركة الحرباوي تأسست 1990 يعني بأواخر عام 1990. المكتب الهندسي فتحته بال 2007. ايش مميزات شركتكم؟ نحن شركة، كانت شركة مقاولات وتجارة كهربائية، حاليا فقط استقرت على التجارة، تجارة الأدوات الكهربائية يعني لوازم التمديدات المنزلية. ايش المشاكل اللي بتواجهكم بعملكم؟ نحن بنواجه مشكلة العمالة يعني، عملية تركنا للصيانة والمقاولات بسبب سوء العمالة الأردنية. العامل الأردني ما بده يشتغل، بتجيبي مصري، بتجيبي سوري، بتجيبي عراقي، ما بتعتمد عليه بشكل كبير لأنه مش ابن بلد. بتجيبي العامل الأردني، الموظف الأردني، بده يشتغل شهرين، ثلاثة، أربعة، بده يصير يعني بده يشاركك في مهنتك، بده يشاركك في مصلحتك، وما عندوش التزام، ما عندوش يعني حب أو تشجيعه للعمل، ما بده يشتغل، بده يشتغل شهرين ثلاثة يصير يشاركك بمهنتك، يشاركك بمحلك أو بتجارتك. يعني أنت ضد السوريين إنهم يشتغلوا؟ أنا مع أولاد بلدي، مش ضد حدا، أنا مع أولاد بلدي إنه يشتغل، لكن لما هو ما يشتغل أنا مضطر إني أجيب واحد آخر من جنسية ثانية. أما هم إجمالا ما بدهم يشتغلوا. يعني أنت بتتمنى من أولاد البلد إنهم يشتغلوا؟ حتما حتما طبعا. أنا ليش أجيب الغريب وابن بلدي بده يشتغل؟ بس أنا هلأ بعرف إنه دائما كل أصحاب المحلات وكل أصحاب المصالح بيحكوا لأ خلينا نجيب واحد سوري لأنه بندفع له أقل، بيشتغل أكثر. لا بالعكس، لا بالعكس، نحن بندفع للسوري وللمصري وللعراقي أكثر من الأردني، لأن الأردني ما بده يشتغل، بيشتغل أكثر يعني بيشتغل الضعف.
وبياخذ راتب نفس الراتب او ازود شيء بسيط. ايش هي نظرتك المستقبليه لمشروعك بعد 5 سنوات؟ والله انا بتقاعد بعد 2 سنين يعني، ان شاء الله الورثه ما اجمالا كمكتب هندسي بتضل شغال فيه ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. وكشركه يعني ممكن ابنائي يستلموها يعني بعد التخرج ان شاء الله. ان شاء الله. ما رايك بنعمه الامن والامان بالاردن؟ والله انا امبارح يعني صدفه كان في نازل منشور على الفيسبوك بيحكوا عن كان في مقابله او لقاء مع جلاله الملك عبد الله الثاني الله يسلمك ويحفظك في منطقه سحاب او الموقر، فبيحكوا عن مواضيع متعدده، فكانت بالفعل انه اهم شغله بالاردن اللي هي الامن والامان اللي بتمتع فيه الاردني. شفتي حضرتك الاوضاع السياسيه والاوضاع الامنيه في الدول المجاوره، بالفعل انها مصيبه، يعني احنا اكبر نعمه بنعيشها بالاردن اللي هي الامن والامان. طبعا هذه بجهود رجال الامن، برجال رجالات البلد، الحكومه الاردنيه طبعا على راسهم جلاله الملك عبد الله الثاني حفظه الله. لو حالفك الحظ والتقيت بصاحب الجلاله، ايش بتحب تحكي له؟ يعني ان شاء الله يا رب التقي فيه، بدنا الامور ان شاء الله تصير افضل في يعني المساهمه في القضاء على الفاسدين بالبلد. يعني هي اكبر شغله بتضر البلد او اي بلد اخر عمليه الفساد، فان شاء الله يتم القضاء على الفساد، والله راح يتطور بلدنا بشكل مش طبيعي، الا نصير من افضل دول العالم بالقضاء على الفساد الموجود. بتحب توجه رساله شكر لمين؟ رساله شكر طبعا بدايه لجلاله الملك عبد الله ولجميع الخيرين والناس اللي بتشتغل بامانه وباخلاص للبلد. وفي نهاية هذه الحلقة نود أن نشكر السيد نيازي نور الحرباوي على استقباله لفريق البرنامج. إلى اللقاء في حلقة جديدة وضيف جديد من برنامجكم كفاءات أردنية. إلى اللقاء. شكرا جزيلا لكم، الله يعطيكم ألف عافية. شكرا.